في الميدان بالملوك والعبية ما شاء الله تبارك الله. الملك العرب الياس بدربي السبلطة والعدان أكرم عواضي بالقيادة لعبد عصيبي. ملاك ابناء المرحوم الحاج حمد صقري ابو ماجد رحمه الله، مدربين السلطات الاشرف منصور ورازي، القياده ستكون لمالك سواد، عمر الحسين السلطات الازرق استاجل بن السخب. قلب فرسان نظورة حبيب نظورة خير جائزة الجد كلاسيكة غزل مع مالك سواد تنطلق الآن بعملية الإحماء بكلاسيك رشيد وغزل ملاك ابناء المرحوم الحاج حمد الصقر أبو ماجد رحمه الله المدربين الصلاة الأشرف منصور رازي محمد العزيز صفرة العبية بنت مملوك والعبية الملك الأخر أبو الياس المدربين الصلاة أبو العدالة أكرم عوابدي القيادة لعبد عصيبي ما شاء الله تبارك الله جيل بثلاث سنوات مواليد عام 2021 بنت الزكاة تدخل أرضية الميدان أيضا تحت إشراف وتدريب الصفنات الأزرق عمر الحسين تلفح البطل ميادين سكب ملك أبو صالح غدير مدربين الصفنات الأزرق القيادة للفارس الواعد صالح ملاك ومدربي خيول المجموعة الرابعة رجاء تعديد وتجهيز هذه الأسماء لما ننتهي بتتويج كؤوس خيول المجموعة الثالثة هبوب الريح نشمي وأروجيت في الصخرة هذه أسماء الخيول المشاركة في المجموعة الرابعة إذا بنت السكب مع الخيال الواعد صالح غدير الفعل سكب السايبون الملك ابو صالح غدير مدربين الصفنات الازرق عمر الحسين ابو حسين ما شاء الله تبارك الله حبايبنا اللي داخل ارضيه الميدان اللي بدا يشوفوا يخلينا الميدان دودات تفتح البوابات امام هذه الخيول وهذه الكوكبه وفعلا اخواني ينطلق الجوده الثالثه على بركه الله اين في ثلاث سنوات مواليد عام 2021 ما شاء الله تبارك الله انطلاقه موفقه لهذه المجموعه هذه الكوكبه صفه العبيه مع عبد العصيبي تنتزع الصداره من البدايه كلاسيكات غزل بالمراتب الثانيه ترقب حذر شديد من قبل الخيال الواعد صالح على صفه بنت السكب المهرات دخلنا الان المنعطف الاول ما شاء الله تبارك الله صفه العبيه ما تزال متصدره ما شاء الله تبارك الله ترقب
ملك سعد على صوت كلاسيكة غزل وبنت السكب أيضا عليه الخيول ما شاء الله هذه الإناث ما بين المنعطفين بقوة لدخولهن الخط المستقيم خرجت الإناث الآن من المنعطف الثاني ودخلت الخط المستقيم ما شاء الله تبارك الله من الداخل كلاسيكة غزل إلا أن صدفة لعبية بالتنازل عن المرتبة الأولى بنت السكب أيضا مع الخيال صالح تندفع بالأمتار الأخيرة ما شاء الله ثلاثية على أرضية ميدان الأحلام بثالث الأشواط ما شاء الله كلاسيكة غزل صدفة لعبية وبنت السكب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كلاسيكة غزل بالمرتبة الأولى بنت السكب بالمراتب الثانية صدفة لعبية بالمراتب الثالثة ما شاء الله تبارك الله مدربي الصبلات الاشرف منصور غازي ومحمد العزيز واحمد المحمود القياده لمالك سواعد والتصفيق لكلاسيكة غزل مبروك المبروك ملاك اولاد المرحوم الحاج ابو ماجد الصقري من مشيئه زبده المبروك تستاهل زقفوله 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 مبروك المبروك مبروك حمد ابو ماجد مبروك ماجد ابو حمد ابو استطلال الاشرف بنت السكب تنفع والبطل الميادين سكب السيمون مالك ابو صالح مدربين الصبلات الازرق عمر الحسين ابو حسين والقياده بالخيال الواعد الصالح ما شاء الله عليك عمر رغم الانطلاقه الغير موفقه الا انها صارت على ان تكون صاحبه المركز المرتبه الثانيه في هذا الشوط اتمنى لك التوفيق في بقيه المسابقات والمشاركات القادمه ان شاء الله وصلي وسلم على سيدنا محمد مبروك المبروك صدفت لعبية صاحبة المرتبة الثالثة في هذا الشوط بنت مملوك ولعبية الملك أبو الياس مدربين الصبلات أبو العدنان أكرم عواوي القيادة كانت لعبد الصيبي المبروك صبلات أبو العدنان مبروك أبو الياس مبروك صدفة لعبية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله